يواصل مهرجان وزارة الإعلام الذي تم افتتاحه بمناسبة الأعياد الوطنية تنظيم فعالياته اليومية، وذلك في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان في المحافظة الجنوبية. وتشتمل فعاليات المهرجان على العديد من الفقرات والأنشطة كعروض الفرق الشعبية والسوق الذي يضم محل ومنتجات متنوعة، إلى جانب البرامج الترفيهية للأطفال والتي تتيح للزوار الفرصة للاستمتاع بأجواء القرية التراثية بما تحتويه من نماذج عمرانية دائمة تعكس مراحل مختلفة من تاريخ مملكة البحرين. وتشارك وزارة الإعلام بمهرجانها الجماهيري في القرية التراثية احتفاء بمنجز وطني تعمل الوزارة على إبرازه في الأعياد الوطنية المجيدة بما تعكسه القرية التراثية من جوانب هامة من مسيرة تطور مملكة البحرين المتصلة بالإنسان والعمران. ونظرا للانتقال للمستوى الأصفر بشكل احترازي، يستقبل مهرجان وزارة الإعلام في القرية التراثية زواره يومي 19 و20 من الشهر الجاري من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 10 مساء، حيث سيقتصر دخول المهرجان على المتطعمين فقط والأطفال برفقة أهلهم المتطعمين حفاظا على الصحة العامة. يعني الاجواء اكثر من رائعه، وهذا احنا ننتظر هذه الفرصه من سنه لسنه. وطبعا نجاح هذا المكان والاقبال الشديد الكبير الهائل يعني اللي احنا نشوفه، هذا يدل على نجاح. واحنا شهر ديسمبر هو شهر الافراح عندنا، والحمد لله رب العالمين. قريه عجيبه، ولا قاموا على الامر هذا، تذكرنا بالاجداد والاباء، يعني شيء مرموق متعوب عليه. وأناشد جميع يعني المنطقة، مو بس البحرين، حتى الخليج يجون يشوفون الوضع هنا شلون، شلون البحرين عاشت، شلون في الفترة القديمة يعني الأزلية القديمة كلش. الاحتفال جدا رائع في القرية التراثية، والتنظيم ملحوظ من عند الباركات يعني عند البوابة. كل ركن موجود في القرية التراثية يعني رائع، ورجع لنا تاريخنا يعني العريق في البحرين. استمتعت جدا بالأركان، سواء كانت الفخار أو المستشفى القديم، الهداية الخليفية، أول مدرسة في البحرين. كل ركن فيها يعني كان جدا ممتع. صراحة القرية التراثية هاي مكان جميل جدا. أنا صراحة عن نفسي ما كنت متوقع اللي بشوفه، يعني أشوف الناس والعوائل والعالم كلها مستانسة، ومكان وايد جميل. بالأخص أنا بالصدفة هاي السفرة هاي روحي، فأكيد بيكون في بلان إن باخذ العيال وبيجيبهم هني. بالعكس المكان وايد جميل صراحة. شيت الصراحة دواعيس أنا يعني أيام 70 و80 صراحة، وقفت وكل شعر ينبي. والله شو أقول لك، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير وما قصرتوا. أجواء حلوة والعالم استانسة، وايد مستمتعة، ويعني أحس إن أنا كأني قاعدة أيام زمان، أيام محرق، أيام الحصام، أيام عراد، يعني مستمتعة صد والله. ودشيت الهداية الخليفية، هذا هي. والله العظيم هذا هي. الصراحة القرية وايد حلوة واستانسنا، حتى اليهول استانسوا وايد، وكل الأقسام حلوة الصراحة، ما في قسم، كل واحد أحلى من الثاني. البحرين نور العين، البحرين صج أمي الغالية، البحرين تاج الراس. أنا السوق الشعبي يعني يذكرني بالتراث القديم وبالأشياء القديمة، يعني شلون عاشوا أجدادنا وقبل أجدادنا، يعني ذكرى جميلة. وسوق جميل، روح حياة، مكان جميل. عجبني المكان، يعني جميل، البيوت والمطاعم هني الشعبية، كل شيء حلو.